السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دورة تعلم البرمجة مع أرجع. اليوم راح ناخذ فد فكرة شوية حلوة، هي إنه مثلا إنه أريد أطبع هذا الشكل، إنه أكتب برنامج يطبع لي هذا الشكل. هذا الشكل شنو؟ هو شكل حرف L باللغة الإنجليزية. أنا شلون أقدر يعني أطبع هذا الشكل؟ نلاحظ إنه أنا عندي بالسطر الأول أكو هذا الرمز مال نجمة، بعدين سطر هذا نجمة، وهذا سطر نجمة، وهذا سطر نجمة، فأكو أربع أسطر متكونة من أربع نجوم، بعدين عندي سطر خامس بخمس نجوم، 1 2 3 4 5 على نفس السطر. ممكن أحله ببساطة إنه هو هذا يعني البرنامج ماكو قيمة قاعد تدخل، ولا بفد كونديشن شرط، بس مجرد أشكال قاعد تنطبع، فما بي سي إن ولا بي معادلات ولا بي كونديشن، مجرد فقط سي أوت، كأنه قاعد ده أطبع عبارة معينة. فأنا بكل بساطة مثلاً أقول مثلا سي أوت أطبع هذا رمز نجمة وأنزل سطر على مود يطبع لي هاي النجمة الأولى، بعدين أكرر هاي العملية 4 مرات ما عندي مشكلة. ف استنسخها تمام. فهسه بيجي حالة طبع لي هذا الجزء الأول. زين، إذا أنفذ خلي أشوف مبدئيا، فعلا طبع لي هذا الجزء الأول، كل نجمة صارت على سطر ونزل سطر. زين، هذا الجزء عبارة عن 5 نجمات بنفس هذا السطر، فمعناته مباشرة أقدر آخذ أقول مثلا بدون هذا بدون end line، أنا مود يبقى على نفس السطر وأطبعها 5 مرات، 1 2 3 4 5، فكل مرة يبقى على نفس السطر. فهسه إذا أنفذ البرنامج يتنفذ، طلع بالضبط مثل ما أني يعني ودت. هنا اشقد؟ 1 2 3 4 5، وهنا 5 وهنا 4. إذا طبعت هذا الشكل حرف L بكل بساطة. ممكن واحد يعني يقول مثلا إنه هاي كلها أخليها 5 2 3 4 5 بدون هاي العملية، هم يطلع نفس الجواب اللي هو حرف الياء. بس أنا يعني متعمد إنه أسوي هذا الشيء لسبب، إنه هسه أي واحد يلاحظ هذا البرنامج يقول أنا ممكن أكتبه بغير طريقة. أقول له شنو الطريقة؟ يقول لي هذا الجزء بي تكرار. أقول له ليش؟ يقول لي هاي الجملة قاعد تتكرر أكثر من مرة، فممكن أسوي عداد بعدد هاي المرات، يعني إيش قد العداد من 1 لـ 4 لين 4 جمل، وأخلي بيها الجملة هاي. وهذا أهمين، أسوي عداد من 1 للـ 5 لين دي يتكرر 5 مرات، فممكن أكتب البرنامج بطريقة أذكى، إنه أنا إيش عندي؟ عندي محتاج عداد، إذا انتجر الآي وأكتب فور الآي يساوي 1، آي أصغر أو يساوي 5، و الآي بلس بلس. زين، شنو الجملة اللي أنا أريد أكررها؟ هي هذه الجملة، كررها 5 مرات. زين، العفو 4 مرات لأن عندي 4.
وأعيدها مرة ثانية اللوب على مود أكرر هذا الجزء. هذا راح يصير 5 نجوم، وأخلي بيه هاي الجملة اللي قاعد تتكرر، والبقية أمسح. هذا البرنامج صار بطريقة ذكية وينطي نفس التنفيذ. فعلا البرنامج حقق لي نفس اللي أني أريده وبنفس التنفيذ. زين، إذا الموضوع بسيط. زين، يا ترى هل من الممكن أسوي بقية الأحرف؟ مثلا أنا عندي حروف كثيرة، مثلا عندي حرف التي، مثلا شلون نكتب التي؟ مثلا خلينا نقول التي إذا نكتبها تكون مثلا هاي حرف التي، مثلا أنا خلي لي فوق وهذا هنا. هذا حرف التي. زين، من الممكن كيف أطبع هذا الشكل بعد ما أفكر بالطريقة القديمة؟ الطريقة القديمة تقول إنه أطبع هذا الجزء سي اوت بدون اند لاين، وبعدين كل واحد سي اوت ويا اند لاين، بس لازم اترك فراغات، لازم اترك مجموعة فراغات. يعني هنا مو من البداية، لازم اترك فراغ مكان هاي النجمة وفراغ مكان هاي النجمة، وهنا يلا يطبع. بس راح نشوف شلون نتعامل ويا الفراغ. بس القصد انه شلون هسه انا اقدر ممكن اطبع التي. التي ايش قد من الواحد للخمسة؟ يعني هذا الجزء لا يزال يكون مستمر، فمعناته هذا الجزء اخذه وخلي بمكانه هذا الجزء على مود شنو يطبع لي ال5 وحدات، 1 2 3 4 5. فكذلك ايضا هنا من 1 للـ5 راح يطبع لي. زين، وما يخلص لازم ينزل سطر على مود يطبع ذني، فمعناته وهم يخلص شغله باللوب كله لازم اكو سي اوت اند لاين اللي هي على مود تنزل لي سطر على مود تبدي تطبع. زين، هاي شقد عددها؟ عددها 4. خلينا نشوف هاي عددها لا تزال 4. زين، ولكن شقد لازم اطبع؟ لازم اترك فراغين، لازم اترك فراغين. فأنا أفكر بصورة بسيطة، إنه أقول مثلا إذا فراغين 1 2 أترك هيجي فراغين بالسبيس أضغط، خليني أنفذ وأشوف شو راح يطلع. بالضبط طلع حرف التي مثل ما أنا أريده. في البداية سوى لوب من 1 للـ5 طبع هذا الجزء، بعدين نزل سطر كل نجمة يترك فراغين ويطبعها، يترك فراغين ويطبعها لحد ما يصير حرف التي. فأني أفكر باللوبات بهيجي نوع من الأشكال، يعني هذا النوع من الأشكال كل الحروف ممكن تكون باللوبات. زين، هاي ممكن أقدر أفصلها بصورة يعني أوضح شلون. مثلا مثلا نقول سي أوت مثلا راح أطبع 1 2 فراغين يبقى على نفس السطح، وسي اوت النجمة 1 يعني بصورة مستقلة، وبعدين سي اوت بالداخل عمود ينزل سطر جديد، يعني كأنه الجملة اقسمها 3 اقسام ويطلع نفس المبدأ همين ينطبع حرف التي. زين، هسه خلينا نفكر بغير حرف. مثلا مثلا حرف الاي، حرف الاي خلينا نقول انه هو مثلا متكون من هذا الجزء بس
بس انا بدي نوضح لان هو المشكلة بالنوت بعد يختلف. بس انا خلينا نقول احنا نريد ناجيات صار 1 2 3 4 5 6، خلينا نقول نمسح واحد ومسح. نريد مثلا حرف الاي، هذا شلون راح نطبع؟ حرف الاي بيجي حاله راح يتكون من 3 اجزاء. الان يعني دائما احاول الحرف اجزئه الى بارتات الى اجزاء، وكل جزء اتعامل وياه بلوب مستقل. يعني مثلا اقول هذا الجزء ينطبع بالبداية، بعدين اقول هذا الجزء ينطبع بالبداية، بعدين اقول هذا الجزء ينطبع بعدين، عفوا هذا الجزء اول شيء، بعدين هذا، بعدين هذا. نبي حالة عندي 3 لوبات. اللوب الاول عبارة عن من 1 لـ3، و يعني يطبع لي نجمة وبعدين بالأخير ينزل. بعدين أيضا هنا عندي من 1 لـ3 بس تارك بس فراغ واحد، هنا بس فراغ، أيضا من 1 لـ3 وتارك لي فراغ. زين هنا طبعا آخر شيء بيناتهم ما أحتاج end line، لأن أصلا راح تجيني end line جاهزة منه. زين وبعدين اطبع هذا، يعني هذا عيده كله. هسه بيجي حالة صار البرنامج متكون من 3 اجزاء، هذا من 1 لـ3 يطبع هاي النجمة، بعدين ينزل سطر، بعدين من 1 لـ3 يترك فراغ ويطبع نجمة، وبعدين ينزل سطر، فبالاخير اخر نجمة راح يترك فراغ ويطبع النجمة وينزل سطر. نتيجة عفوا يحضر لي نتيجة آخر لوب، وبعدين مباشرة أطبع ذني الثلاثة اللي هو نفس هذا. خلينا ننفذ ونشوف. بالضبط طبع لي حرف الآي مثل ما أنا قلت، بالضبط مثل ما أنا فكرت. زين احنا طبعنا ال وطبعنا التي، طبعا خلينا نشوف الحروف الإنجليزية. مثلا حرف الاي، حرف الاي بيه شغل شوية، ناخذه بالحروف المائلة. الاي البي ما بيه فد فكرة، السي ممكن ناخذ هسه السي، هو نفس فكرة ال L، C، D، ال E، ال F، ال G، ال H، ممكن هسه ناخذ الفكرة مالته. ال I أخذنا، ال J، ال K، فكرة بالأفكار المائلة. يلا M هم خوش فكرة، ال N، ال O، ال P، Q، R، ال S، ال T خدنا، ال U، ال V، W، ال X قوي، ال Y، وال Z. فاحنا هسه شخذنا من الأحرف، أخذنا حرف اللي كتبناه، كتبنا حرف ال I، كتبنا حرف ال T، كتبنا حرف ال L. زين منو اللي يشبههم؟ ناخذ خلينا ناخذ مثلا حرف ال H، شوف ال H شلون ينطبع. مثلا حرف ال H مثلا خلينا نقول نجمة، نقول بهذا الشكل. نحاول احنا نرتبه،
نشوف الشكل النهائي شو راح يطلع. يعني خلينا نقول هذا حرف الاتش. حرف الاتش هنا هسه احنا متكون، خلينا نقول من هذا الجزء ومتكون من هذا الجزء ومتكون من هذا الجزء. هذا لوب من الواحد للاثنين وينطبع به هذا الشيء، ينطبع هاي النجمة، بعدين تنطبع عدد الفراغات ايش قد، 1 2 3، راح نسوي لوب للفراغات هنا هم من نطبع نسوي لوب للفراغ. فالمبدأ شنو؟ انه انا عندي هنا بهاي اللحظة عندي من اطبع عندي سطرين عداد، عندي يطبع هذا الشيء هذا السطر وهذا السطر، فمعناته عندي تكرار 2، فمن الواحد لاثنين يعني راح يحتاج لنا واحد لوب اخر اسمه جاي بالداخل، بس راح نشوف شلون. زين خلينا نقول حرف الاتش يعني راح اخلصه. فانا عندي شنو؟ عندي هذا السطر وهذا السطر راح ينطبع شنو؟ راح ينطبع مرتين، لان فمعناته عندي لوب 2. هنا شو راح اطبع بالبداية؟ اطبع النجمة، سيارة نجمة طبعت، وراها لازم اطبع 3 فراغات، فال3 فراغات بما انه صارت عندي 3 فراغات اكثر من واحدة اقدر اسوي عداد يطبع لي 3 فراغات. يعني انا ممكن اكتب هيج اقول مثلا 1 2 3، بس انا راح اسويها بطريقة اذكى شوية، انه اسوي عداد من 3 اللي هو هذا داخل هذا العداد، بما انه هو داخل فما يصير يعني اكرره، لازم استخدم واحد اخر، لان هذا بعد ما خلصان، بس هذني من يخلصان جوا مباشرة اقدر اعيد استخدمه، هاي يسموه عداد متداخل. فهذا مثلا جي، هذا الجي شو اطبع بيه؟ اطبع بيه الفراغ. اقول له اطبع لي بس فراغ، فمعناته هو شو راح يسوي؟ يطبع هاي النجمة، بعدين يسوي عداد لثلاثة عمود يطبع 3 فراغات، بعدين يرجع يطبع النجمة اللي هي هاي النجمة الثانية. زين بهيجي حالة راح يكرر هاي العملية مرتين، اللي هي لين انا عندي شنو؟ عندي هذا السطر وهذا السطر، يعني هذا السطر وهذا سطر، كل واحد من عندهم يحتاج لعداد بالداخل على مود الفراغات. فهاي كلها الجملة تكافئها هاي نجمة عداد أبو الثلاثة للفراغ والنجمة الثانية، هذا كل السطر ينعاد مرتين، هذا السطر كله ينعاد مرتين، لأن عندي هنا 1 2 1 2. زين بعدين هذا أبو الخمسة عادي ما عندي مشكلة، اللي هو هذا بس للخمسة، فأجيبه مباشرة زين. أكو شغلة احنا نسيناها، هذا من ينتهي لازم أكو شنو؟ يطبع هاي النجمة ينزل سطر، فهنا لازم أكو سي أوت إند لاين، مو صحيح؟ هي ممكن بعدين واحد من يجربها يشوف الشكل ما طلع منطقي، يحس انه وين صار الخطأ، انه هنا هسه بيجي هذا يطبع هاي النجمة الاولى، يطبع ال3 فراغات، يطبع النجمة وينزل سطر. زين فبيجي هذا من يخلص اللوب الثاني ينزل سطر من هاي الخطوة، فماكو داعي اكتب هذا السطر الزايد. زين هذا وين راح احتاجه؟ احتاجه هنا من اعبر لهاي المنطقة، فمعناته هنا هاي المرحلة الثانية وهذا سطر الجديد، هاي المرحلة الثانية اللي هي من 1 للـ5 راح يطبع هاي، بعدين اخر شي من يخلص اللوب اللي هي 5 وحدات ينزل بهاي. زين هذا الجو هو نفس هذا الفوق، فهذا الفوق كله ينعاد اللي هو من هنا لهنا.
عاجبك عن هذا؟ تمام هسه بيش هذا خلاص البرامج ننفذ. طبعا بالضبط حرف ال H مثل ما اني توقعت. يعني الموضوع مو صعب سهل، بس واحد يدرب نفسه عليه. فنشوف بعد ايش عندنا. عندنا هذا نأجي للزيت والواي والاكس والدبليو والفي. اليو ممكن نشوفه هسه، هنشوف اليو. اليو شلون؟ اليو اني نفس هذا، بس هذا راح ينزل لي جوا. خلينا نقول مو صحيح، هذا اليو زين. فكأنه هذا السطر هو من كان الواحد لاثنين، راح يسمي الواحد للأربعة، وهذا يصير جواب مباشرة. فهسه هذا مو واحد لاثنين، راح يصير للأربعة. هذا الفراغ يبقى لثلاثة، وهذا سطر يبقى، وهذا منا بالخمسة، وهاي الاند لاين بعد ما احتاجها بالأخير، وامسح هذا. فهسه من ننفذ اغلق هاي هذا الاتش، انفذ بالضبط طلع لي اليوم مثل ما انا توقعت. يعني استنتجت من الاتش انه هذا عندي اربع اسطر، كل سطر نجمة لوب مال ثلاث فراغات ونجمة وينزل، اخر شيء لوب من واحد للخمسة بدون ما ينزل سطر. زين هسه مثلا بعد محتاج انا التي سويناها الاس. الاس ممكن يعني نشوف انه هو عبارة عن مثلا هو هذا ينزل هذا بعدين بالنص. نمسح هاي ونمسحها، بس نخليه هيك. هذا تقريبا صار حرف الاس. يعني الاشكال كلها تقريبية، احنا ما نريد نسوي بدائرة وما اعرف شنو. فهذا الاس هذا هم بسيط ما في شي. هذا عندنا لوب من واحد للخمسة، راح اكرر بثلاث مقاطع، وهاي بعدين نجمة مستقلة وحدة، وهاي نجمة من مستقلة وحدة. هنا لوب الواحد للخمسة وين اللي هو هذا، هذا راح يتكرر ثلاث مرات، بس أكيد بي إند لاين هو ده ينزل. زين هذا نمسح. بس هذا الجي نشوف وين نحتاجه، وأعتقد ما نحتاجه، سو عادي خليه يبقى، خاف نحتاجه في غير سؤال، بس هو ما يحتاج بهذا السؤال. زين هاي وش راح يطبع لي؟ هاي راح يطبع لي هذا الجزء الأول. بس واحد يقول هاي مثل رقم خمسة، أيوة تقريبا الاسم مثل رقم خمسة. هذا خمس نجوم وينزل سطر، بعدين ايش يطبع؟ يطبع بس نجمة فقط وينزل سطر وياها. يعني زين وراها يطبع هاي هم وينزل صدر. زين بعدين هنا كم فراغ يطبع؟ يطبع واحد اثنين ثلاثة أربعة. إذا اللوب يحتاج لأبو الأربعة عمود يطبع بس فراغ، فأسوي لوب عادي قبل ما أطبع النجمة. لوب أبو الأربعة يطبع أربع فراغات بس ما ينزل سطر، بالأخير يطبع النجمة اللي هي هاي نفس هاي الخطوة وينزل سطر.
هذا أول خمسة. بعد ما يحتاج end line، بس أنا راح أكتب ال end line. عمود الكتابة مال سي بلس بلس هاي المعلومات مالته، ممكن يعني أخلص من عندها. سننفذ، فلنغلق هذا بالضبط، طلع لي حرف الاس مثل ما اني اريده بالضبط. يعني الموضوع صار سهل وواضح، بس مجرد اني اعرف شو اريد، اعرف عدد الفراغات، اسوي له لوب، وبالتسلسل ده تصير اللوبات، يخلص لوب ينتهي لوب. اكو بالنسبة لنا لوب متداخل احيانا، مثلا مثل ما اخذنا بحرف ال H، حرف اليو. زين، بعشرين احرف الار نأجله، يعني بي ميل الان. الكيو هم ممكن نأجله، البي يعني هو مقتبس من الار، بس البي شغلته مثل هساي. اذا خلينا نجمه البي، وهنا نجمة، هاي نمسحها، وهنا نجمة، هذا صار البي. واحد يقول البي شلون متكون؟ متكون من هذا الجزء، هذا الجزء بي فراغات ثلاثة، وهذا الجزء ينعاد نفسه، وهذا الجزء بي اثنين يطبع نجمة. نقدر نسوي هذا بكل بساطة. احنا بنحاول نتعلم اللوبات، ويمكن حل بصورة مباشرة، يعني اطبع هذا سطر، اطبع هذا سطر، اطبع هذا بسطر، اطبع هذا سطر، اطبع هذا بسطر، وانزل. يعني هذا الموضوع يعني بسيط ممكن، بس احنا نحاول نستخدم اللوبات، ونحاول نفكر انه اللوبات شلون نقدر نستخدمها، حتى لو البرنامج شوية يطول، ولكن تصيب ذكي بفكرة. يعني البي اذا شلون نحله؟ هو هذا ابو الخمسة دائما ويانا، زين هذا اول شيء. طبعا هاي الخمسة ونزلنا سطر، بعدين شنو عندنا؟ نطبع نجمة لوب ثلاث فراغات ونجمة. اذا نطبع نجمة بعدين لوب، أقول ثلاثة فراغات، بعدين نطبع نجمة، بعدين نطبع end line، أقول ننزل سطر، كل شكل بالأخير ينزل سطر لازم. زين، بعدين هو هذا نفس هذا الفوق ينعاد. بالاخير ينزل سطر. زين، هذا راح يعتبر لوب ابو الاثنين دي يطبع نجمة. اي ممكن طبعا عادي، لوب ابو الاثنين دي يطبع بس نجمة، وبالاخير عادي مو اند لاين. لا هو لازم اند لاين هنا، يعني يطبع النجمة وينزل فالاند لاين بالداخل، يعني يطبع وينزل، يعني هو عنده نجمتين يعني. فهسه نغلق هذا وننفذ بالضبط، طلع حرف البي. اذا ار اس بي، نسجل بي. الأو مثل اليو بس لي فوق مغلق، يعني الأو شلون يصير؟ يصير نفس هذا، هذا الأو
لو عدنا هذا الخمسة، لو عدنا هذا الخمسة نسجل له، وعدنا هاي 3 وحدات وبداخلها اكو لوب داخلي، لان هذا عبارة 3 اسطر يعني لوب ابو الثلاثة، بس كل واحد من عنده بالداخل اكو 3 فراغات. فاذا هذا بدأ نطبع ابو الخمسة، وانا ابو الخمسة هذا هيئته مطبوع زين، نطبع مرة ثانية عمود نخلص منه بالاخير. هذا ابو الخمسة وهذا ابو الخمسة، راح يطبع هذا وراح يطبع هذا، تسجل لوب ابو الثلاثة، هذا لوب ابو الثلاثة، مش نطبع بيه لوب ابو الثلاثة، نطبع بيه نجمة ولوب ابو الثلاثة همين، فراغات ونجمة واند لاين، يعني نجمة وفراغات هنا ونجمة وإند لاين عمود ينزل. لا ماكو يحتاج بعد إند لاين لأنه حيجيني إند لاين منه. زين هذا اللوب أبو الثلاثة أهم مع الفراغات، بس هنا بما إنه لوب صار داخل لوب لازم أستخدم غير متغير، يعني الداخل ما يصير. هنا هذا اللوب يخلص يفتر وانتهي من المهمة مالته، اقدر ارجع استخدمه وراه مباشرة، بس بما انه انا بالداخل ومحتاج لوب اكتب داخل القوس مال هذا اللوب، لا لازم غير متغير. زين ناش اطبع، اطبع فراغ سأنفذ، هنا قال لي جاي ما متعرف بالضبط، اعرفه وانفذ بالضبط، طبع لي حرف الأو مثل ما أنا أريد. زين الان والام نأجلها، الكي كذلك، الجي يعني مثل ال بس مقلوب، الجي يعني شلون مثلا الجي، الجي لا احنا خليه مثلا بطريقة، الجي خلينا نقول هو مثل الاي مثلا، هنا مثلا الجي و نجمة يعني الجي مثلا راح يكون هيك شكله الجي، يعني شلون اطبع الجي؟ طبعا هنا اكو فراغ خلينا نقول، وبعدين 3 نجمات لوب ابو الثلاثة ينزل، وهنا 2 اش بقانا هنا، الاي اخذناه والاتش اخذناه، الاف والاي والدي احنا، واحنا نتوقف هنا للجي، ولين على مود وقت الفيديو ونكمل بالجزء الثاني حرف الجي. فإلى هنا ينتهي هذا الفيديو، مع السلامة.